بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا، ووفقنا وأعنا فيما أقمتنا فيه، وبارك لنا فيما أقمتنا فيه، وخذ بأيدينا إليك فيما أقمتنا فيه، وحل بيننا وبين غيرك حتى لا نشاهد في الكون إلا أثر إحسانك وبرك، واكفنا وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي في شرح ألفاظ التقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما وعلوم شيخهما في الدارين، آمين. فصل في بيان الدية. احنا كنا تكلمنا في الجنايات في أنواع القتل، وقلنا أن أنواع القتل إيه؟ ثلاثة أضرب عند الشافعية، يعني ثلاثة أضرب، لأن عند الأحناف خمس أنواع، لكن عند الشافعية ثلاثة، وعند الملكية نوعين. فعند الشافعية قتل عمد وقتل شبه عمد وقتل خطأ. هنتكلم بقى على بيان الدية، وهي المال الواجب بالجناية على حر في نفس أو طرف. تعريف الدية إيه؟ هي المال الواجب بالجناية على حر في نفس أو طرف، لأنه ممكن إيه يعتدي على نفسه فيقتل، أو يعتدي على بعض إيه أطرافه أو حواسه، يعني مثلا يخزع عينه، يقطع إيده، يقطع رجله، يقطع لسانه، يقطع أنفه، أذنه، ده إيه برضو فيها ديات. يبقى الدية هي المال الواجب بالجناية على حر في نفس أو طرف. والدية على ضربين، يعني على نوعين، مغلظة ومخففة. احنا قايلين ان المغلظة في العمد، والمخففة في ايه؟ في الخطأ. طب وشبه العمد يحكم فيها القاضي بقى، يتوسط بين المغلظة وبين ايه؟ وبين المخففة. والدية على ضربين مغلظة ومخففة، ولا ثالث لهما. فالمغلظة بسبب قتل الذكر الحر المسلم عمدا، يبقى المغلظة تكون بسببها ايه؟ قتل الذكر الحر المسلم عمدا. طبعا ده عند الشافعية، لان الاحناف عندهم النفس بالنفس وخلاص، سواء حتى ايه قتل انثى، قتل كافر، معاهد، النفس بالنفس وخلاص. لكن الشافعية عندهم تفصيل، فيقول لك ان الدية المغلظة بسبب قتل الذكر الحر المسلم عمدا، يبقى ايه؟ قتل ذكرا، قتل ذكر. وليه ما قالش رجل؟ عشان بس لو صغير، حتى لو قتل واحد صغير ذكر برضه عليه دي، فقال ذكر هنا، مرش يقول رجل علشان كده، سواء صغير او كبير، شيخ او ايه او شاب، في اي سن كان، ولازم يبقى حر، عشان لو قتل عبد عليه قيمته، معلوش بقى دي قيمة العبد، لان العبد ده زي البضاعة، نشوف قيمته كام ويدفع قيمته، حتى ولو كانت قيمته اكتر من الدية يدفعها. وعمدا علشان ايه؟ يخرج شبه العمد ومش يخرج الخطأ. ايه هي بقى الدية المغلظة؟ 100 من الابل، والمئة مثلثة، مثلثة يعني على ثلاثة، ثلاث اصناف، ثلاث اصناف من الابل، كلهم اناث، خد بالك، لان الناقه الانثى اغلى من الذكر عشان بتولد، فاهم؟ وبالتالي من التغليظ ان كله الابل يبقوا اناث نوق، كويس. وبعدين نقسمهم على حسب ايه انواعهم، ثلاث اقسام، 30 حقه و30 جزعه و40 خليفه في بطونها اولاده، يعني يبقوا غاليين. أول حاجة 30 حقة،
احنا قلنا الاسنان الابل دي بزكاه الحيوان قبل كده، الحقه اللي هي من سن 3 ل 4، سنها من 3 سنين ل 4 سنين سموها حقه، سميت حقه ليه؟ لان حق للايه للباع لان ايه يتاهل، سموها حقه يعني عروسه صالحه للزواج سموها حقه، من سن 3 سنين ل 4 سنين. طيب و30 جزعه، جزعه اكبر منها بسنه، من 3 من 4 سنين ل 5، جزعه من 4 سنين ل 5، وسبق معناهما في كتاب الزكاه. و40 خليفه، و40 ناقه حامل في بطنها ولد حوامل ويعرف اهل الخبره كويس، يبقى عندنا 30 حقه سن صغير شويه من 3 ل 4، وعندنا جزعه من 4 ل 5، كل ما يزيد السن بيغلى، ولما تبقى كمان حامل اغلى. وبعدين 40 30 حقه و30 جزعه و40 خليفه بفتح القاء المعجمه وكسر اللام وبالفاء، وفسرها المصنف بقول في بطونها اولادها يعني حوامل حبلى، يعرفها مين؟ اهل الخبره. والمعنى ان ال40 حوامل ويثبت حملها بقول اهل الخبره بالابل. يبقى احنا قلنا الدية المغلظة في الصفة ومغلظة في الأداء، تبقى ايه؟ كاش، تدفع كلها في مجلس واحد. فهمت ازاي؟ يبقى مغلظة في الصفة ومغلظة في الأداء. طب والمخففة بقى؟ بسبب قتل الذكر الحر المسلم، بسبب قتل الذكر الحر المسلم حقه يقول خطأ، بس مش عارف ليه ما قالش خطأ، لكن هو كان حقه يقول خطأ مش كده برضو؟ مخففة هنقسمها على 5 أصناف، دي متقسمة على 3 أصناف، نبتدي بحقة، جزعة، حوامل. حوامل يعني صح؟ طيب هنا بقى هنقسمها 20 20 20 20 20 5 20، واضح؟ دي المخففة. لا يعني كان حقه يقول قتل الذكر الحر المسلم بغير عمد وخلاص، كان يبقى ايه ادق. 100 من الابل والمئة مخمسه، يبقى الثانيه مثلثه ودي مخمسه، يعني على ايه؟ اما تقسم ال 100 على 5 يطلع 20، يبقى كل صنف ايه؟ عباره عن 20 وحده. 20 حقه اللي هي من 3 سنين ل 4 سنين، وعشرون جزعة اللي من 4 سنين ل 5، وعشرون بنت لبون من 2 ل 3. بنت لبون يعني ايه؟ يعني امها حملت وخلفت اللي بعدها وبترضع، سموها بنت لبون لبنت لبون. انما لو خلفت اللي بعدها، لو حملت في اللي بعدها ولسه ما خلفتهاش يسموها ايه؟ يسموها بنت مخاض، لو انتوا فاكرين. فهمت بقى؟ وعندنا بنت مخاض دي اصغرهم، وفي عندنا بنت لبون، وعندنا بعد البنت اللبون نخش في الحقه وبعدين الجزعه، مش كده برضو بالترتيب كده؟ يبقى 20 حقه و20 جزعه و20 بنت لبون. بنت لبون من 2 ل 3، و20 ابن لبون ذكره، و20 ابن لبون يعني من 2 ل 3 بس ذكر، و20 بنت مخاض. بنت مخاض سن من سنه ل 2 اصغر، يبقى هنبتدي كده من الصغير للكبير، نقول 20 بنت مخاض، 20 ابن لبون، 20 بنت لبون، وبعدين 20 جزعه، و20 اي حق. واضح؟ ومتى وجبت؟ ما فيش حوامل هنا، يبقى مخففه في القيمه، يعني هتلاقي سعر دي اقل ومخففه في الاداء عشان كمان على اقصاف على 3 سنين، ومخففه كمان ايه على المؤدي لانها على العاقله وليست على القاتل. فهمت بقى؟ عشان تفتكر الحاجات دي. ومتى وجبت الابل على قاتل او عاقله اخذت من ابل من وجبت عليه. طب افرض الابل اللي وجبت على عاقله ناخدها من الابل اللي يملكوها. فهمت ازاي؟ سواء كانت على عاقله او على القاتل عمد، هناخدها من الابل اللي هو ايه؟ حر ماله يعني. كويس؟
وإن لم يكن له إبل، طب ما عندوش إبل، فيروح يشتريها من البلدة اللي هو قاعد فيه، فهم؟ فتؤخذ من غالب إبل بلدة بلدي، إذا كان من بلد يبقى من بلدته، من قبيلة من البدو بتاعه اللي هي الحتة بتاعته. فإن لم يكن في البلدة أو القبيلة إبل، ناخد بدلها بقى المال، دنانير أو دراهم، فتؤخذ من غالب إبل أقرب البلاد إلى موضع المؤدي. طب علمت الإبل انتقل إلى قيمتها. وفي نسخة أخرى، وإن أعوزت الإبل يعني قلت مش موجودة، انتقل إلى قيمتها. زي الوقت إحنا ما عندناش حاجة إبل، هندفع القيمة بقى. هذا ما في القول الجديد وهو الصحيح. وقيل في القديم ينتقل إلى 1000 دينار في حق أهل الذهب. يبقى إيه؟ خد بالك إن القول القديم قال نجيب قيمة الإبل حتى لو طلعت أكثر من 1000 دينار، ملناش دعوة، هنشوف قيمة الإبل إيه، فهمت؟ لكن في ده في الجديد وده الصحيح، لكن في القديم قال إيه؟ القيمة بتاعتها 1000 دينار، ده لو كانت مخففة 1000 دينار، لو كانت، طب لو مغلظة هزود التلت، يبقى 1333 وتلت، فهمت بقى ازاي؟ عشان تبقى فيها التغليف. ده على المذهب ايه؟ القديم. لكن المذهب الجديد يقول لك ايه؟ نشوف قيمة الاسنان دي في السوق كام دلوقتي ونديله قيمتها. واضح؟ فهمت الفرق بين المذهب القديم والجديد؟ طيب، وقيل في القديم ينتقل الى 1000 دينار في حق اهل الذهب ان كانوا هم بيتعاملوا بالدنانير يعني بالذهب، او ينتقل الى 12000 درهم في حق اهل الفضة. كانت تعرف ايه الفرس اللي هو تبع الفرس كانوا بيتعاملوا بالدراهم، واللي تبع الروم القيصر كانوا بيتعاملوا بالدهب، فعلى حسب بقى هو بيتعامل بالعملة دي. وكانت ال 12000 درهم تعادل 1000 دينار، كأن الدينار ب 12 ايه درهم، الدينار ب 12 درهم في حق اهل الفضة، وسواء فيما ذكر الدية المغلظة والمخففة. وان غلظت على القديم زيد عليها الثلث، على القديم نزود الثلث. طب على الجديد، العبرة بالقيمة، هنشوف الناقة الحامل بكام ونضرب في 40، والحقة بكام ونضرب في 30، والجزع بكام ونضرب في 30. فهمت بقى المسألة؟ ده على الجديد. لكن على القديم هي خلاص، هي الألف تغليظ نحط عليها التلت فوق الألف. وإن غلظت على القديم زيد عليها الثلث أي قدره، ففي الدنانير تبقى 1333 دينارا وثلث دينار. وفي الفضة هتبقى إيه؟ ما هم 12000، تلتهم كام؟ 4000، 4012 16000. فهمت إزاي؟ يبقى تبقى 16000 مغلظة. وفي الفضة 16000 درهم. يبقى احنا علشان نعرف الدية في العصر الحديث لازم اعرف الدينار كام جرام ذهب، 4 جرام وربع، عيار 21. يبقى انا ممكن احسبها بالجنيه المصري او بالدولار، اشوف جرام الذهب بكام. لا يعني الدينار 4.25 جرام ذهب عيار 21، نروح ضرب 4.25 في 8 الجرام في 1000، تطلع لي ايه الدية. فلو قلنا مثلا الجرام دلوقتي مثلا نقول ب 200 جنيه مثلا، هو طبعا اكتر، لو قلنا ب 200 جنيه يبقى 200 في 4 ب 800، ونحط عليهم ربع، ربع ال 200 كام؟ 50، يبقى 850 في 1000 يطلعوا 850000، يعني 1,000,000 جنيه الا 150000. فهمت؟ ده لو كانت ايه؟ ايوه، ما انا بقول لك لو كانت عرضيه تبقى حوالي 850000 جنيه مصري لو كانت مخففه. طب لو مغلظه احط عليهم تلت ال 850000، احط عليهم كمان التلت، يعني
اقول 850 زائد 850 على 3، فهمت ازاي؟ هيطلع كام؟ هيطلع مثلا 2، وهيطلع بعد كده ايه؟ 8 نضرب 2 و5 يبقى 28، 280 280 مليون و130 تطلع مليون و130 تطلع مليون و130، خدت بالك؟ ده لو مغلط. يعني انا بقول لك ان في طريقه دلوقتي نعرف نحسبها بالحساب الحالي، مش تبقى الحكايه لان ما فيش بقى جمالته ولا خلاص، ما هو فيش دنانير يبقى خلاص. طيب لو فضه، الفضه احنا قلنا ان الدرهم ب 2 جرام و9 من 10 فضه، 2 جرام و9 من 10 فضه، نشوف جرام الفضه بكام ونضرب في 2 و9 من 10 في 12000. فهمت بقى المساله؟ على حسب السوق المحلي، لو في سوق جمال افرض مع الناس سوق جمال خالص، ما هو العشاره وقلت، فهمت ازاي؟ كان زمان الجمل ليه قيمه اعلى من المأكول ده، دلوقتي الجمال للأكل بس، محدش بيركب جمال، مش كده برضه؟ لأن العشارة وابطلت، دي من علامة القيامة، وإذا العشارة وابطلت، وإذا الوحوش حشرت، موجودين في حدائق الحيوانات، حشروهم في حدائق الحيوانات، واخد بالك؟ يعني كل العلامات وابطلت، فيبقى هنعمل إيه في الحالة دي؟ ناخد بالمذهب القديم تيسيرا، تيسيرا على الناس. وتغليظ دية الخطأ في 3 مواضع. امتى بقى دية الخطأ اغلظها؟ افرض واحد قتل خطأ، خد بالك، امتى اغلظها؟ وتغلظ دية الخطأ في 3 مواضع. يعني ممكن واحد يقتل خطأ بس ايه، اخد منه دية مغلظة برضه. يعني ايه؟ لو قتل في الحرم، او قتل في الاشهر الحرم، او قتل محرم، رحم محرم، فهمت؟ يعني قتل اخوه حتى ولو خطأ، قتل اخوه ولو خطأ يدفع دية مغلظة، فهمت ازاي؟ ناخد منه دية مغلظة. طب قتل في الاشهر الحرم برضه دية مغلظة. الأشهر الحرم اللي هي إيه؟ ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، شوال مش منهم، ذو القعدة ذو الحجة محرم ورجب اللي هو بعيد عنه، كويس؟ أو قتل محرم إيه؟ ذو رحم، لازم يجتمع الاثنين، محرم ذو رحم. يعني إيه؟ يعني المحرمية بسبب الرحم، عشان نخرج المحرمية اللي بسبب الصهارة الزواج وبسبب الرضاعة، فهمت بقى المسألة؟ فناخد بالنا من الدقة. يبقى وتغلظ دية الخطأ في 3 مواضع. إذا قتل في الحرم أي حرم مكة، طب والمدينة؟ وأما القتل في حرم المدينة أو القتل في حال الإحرام فلا تغلظ فيه على الأصح. وفي وجه مقابل قال لك زي حرم المدينة زي حرم مكة، واضح؟ في الأصح اللي هو عليه الفتوى يعني قال لك لا، حرم مكة بس. أو قتل وهو محرم، قتل وهو محرم في أي مكان، يا قتلوا في الحرم يا قتلوا وهو محرم في أي مكان. والثاني مذكور في قول المصنف أو قتل في الأشهر الحرم، في أي مكان بقى في الأشهر الحرم، إن شاء الله قتل وهو قاعد في أمريكا، طالما في الأشهر الحرم خلاص، فهمت؟ أي ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب. الثالث مذكور في قوله أو قتل قريبا له ذا رحم محرم. رحم يعني إيه؟ المحرمية ناتجة من الرحم، من الولادة، عشان نخرج الرضاعة والمصاهرة، فهمت؟ نخرج الرضاعة والمصاهرة. أو قتل قريبا له ذا رحم محرم بسكون المهملة، فإن لم يكن الرحم محرما له كبنت العم فلا تغليظ في قتله، يدفع دية عادية يعني. طيب دية المرأة بقى،
دية المرأة والخنثى المشكل على النصف من دية الرجل، ده مذهب الشافعي. الأحناف قلنا لا، الرجل كالمرأة. الأحناف، وده بيليق بتفكير العصر للعصر، عشان يقول لك إيه؟ ده دين ذكوري. إشمعنى الراجل يعني تبقى ديته أكتر؟ ما في ناس بتفكر بغباوة كده. لكن هم الشافعية ليهم وجهة نظر. لأن أولاً الرجل بيعول الأسرة. فلما يقتل لازم تبقى ديته أكتر علشان بينفق منها على الأسرة اللي سيبها. فهمت؟ ينفق على زوجته وعلى أولاده، هو اللي بيعول الأسرة. ثانياً الرجال أكثر عرضة للقتل من النساء، النساء مخدرات في البيوت. فالرجال أكثر عرضة للقتل لأنه أكثر خروجاً. وبالتالي لو خلينا ديتهم غالية نقوم إيه؟ نحميهم أكثر. لأنهم أكثر عرضة. فنغلي ديتهم. وأكثر إيه؟ واجبات في النفقة. لأنه هو مثلا بينفق على أمه، بينفق على أخواته، بينفق على أولاده، بينفق على مراته، وخارج طول النهار في الشوارع وبيسافر، يعني عرضة للقتل. وإيه؟ وواجباته المالية أكثر. يبقى نخلي ضعف المرأة. فهم؟ دي وجهة نظر الشافعي. في هذا الزمان لو الإمام الشافعي عايش وشايف إن النساء خرجوا وبقوا ينفقوا ويشتغلوا وبينفقوا على البيوت، هيقول لك لا، كالرجل كالمرأة سواء بسواء، لأن واجباتها أصبحت كواجباتها. يعني كثير من البيوت المرأة بتنفق في البيت زي جوزها بالظبط، بالنص، بتساعده، تشتغل زي ما هو بيشتغل، ويحطوا فلوسهم مع بعض وينفقوا. فهمت ازاي؟ فلو في العصر بتاعنا نفتي بمذهب مين؟ الأحناف. لكن احنا بنتكلم هنا ايه؟ مذهب الشافعية كان بيقول ايه؟ لأن الإمام الشافعي بيقول في زمان كان الناس ماشية بالطريقة دي، الست قاعدة في البيت في أمان الله والزوج هو اللي بيصرف. يبقى ساعتها يبقى الرجل دية ضعف المرأة. فاهم؟ ودية المرأة والخنثى المشكل على النصف من دية الرجل نفسا وجرحا. ففي دية حرة مسلمة في قتل عمد أو شبه عمد 50 من الإبل. يبقى خلى لك إيه؟ إن التغليظ في شبه العمد برضه. فهمت إزاي؟ والتخفيف في الخطأ بس. والخطأ لا يغلظ إلا بالثلاث شروط اللي إحنا قلنا. فهم؟ ففي دية حرة مسلمة في قتل عمد أو شبه عمد 50 من الإبل. هنقسمهم ثلاث أصناف. شايف قسمها هناك؟ 30 حقة، 30 جزعة، و40 في إيه؟ فيهم خليفات يعني. يعني حوامل، يبقى ال 30 نصهم 15. 15 جزعة، 15 حقة، و20 في بطنها ايه؟ أولاد. سهلة؟ 15 حقة و15 جزعة و20 خلفة إبلا حوامل. وفي قتل خطأ احنا قلنا 20 هناك، 20 20 20 20 20، خمس أصناف. نبتدي بنت مخاض، فابن لبون، بنت لبون، جزعة، حق، 20 هنا تبقى 10. فهمت بقى؟ وفي قتل خطأ 10 بنات مخاض، و10 بنات لبون، و10 بني لبون، و10 حقاق، و10 جذاع. طب ودية اليهودي والنصراني والمستأمن والمعاهد، يعني غير المسلم وغير حربي، غير مسلم غير حربي، غير مسلم وغير حرب، يبقى ذمي سواء يهودي او ايه؟ او نصراني او مستأمن او بينهم معاهدات. فهمت ازاي؟ تلت دية المسلم، ثلث دية المسلم نفسا وجرحا. طب ليه خليناها تلت؟ لانه ما بيحاربش عن الوطن، ما بيدخلش الحروب، ما بيدخلش الجيش. فهمت ازاي؟ فمسؤوليته اقل، يبقى قيمته اقل. طب والحر المسلم مسؤوليته أكثر؟ لو قامت حرب المسلمين هم اللي بيحاربوا، أهل الذمة ما بيخشوش في الحروب لأنهم بيدفع الجزية. طالما بيدفع الجزية معناه إيه؟ دي إيه؟ ضمان إن إحنا نحميه وما نكلفوش إنه يحارب معانا. لو قلنا له تعالى حارب معانا مش هنضع عنه الجزية، نقول له ما تدفعش الجزية وتعالى حارب. فهمت بقى المسألة؟ فيبقى إيه؟ ثلث دية المسلم نفسا وجرحا. يبقى احنا هنقول ايه؟ احنا لو كان تلاتينات، 30 30 40 في العام، هيبقى 10 10 وبعدين 13 وتلت. فهمت بقى؟ طب لو قلنا خطأ
والتلت هيبقى من كل صنف، هيبقى من كل صنف كام؟ تلت العشرة، تلت الايه؟ العشرينات. تلت العشرين يبقى هيطلع كام؟ ستة وتلتين، ستة وتلتين، ستة وتلتين، ستة وتلتين، ستة وهكذا. فهمت بقى؟ طب والمجوسي؟ احنا المجوسي بنسنه سنة اهل الكتاب، لكن ديته اقل من اهل الكتاب. فهمت ازاي؟ بنسنه سنة اهل الكتاب في ايه؟ فاننا نقبل منه الجزية، لكن في نفس الوقت هتبقى ديته اقل. فهمت ازاي؟ وهتبقى كمان لا يصح الزواج بايه؟ بنسائهم. هي سموه تفريق الاحكام. واما المجوسي ففيه ثلث عشر دية المسلم، تلتين العشر، واخسر منه تلت خمس دية المسلم، تلت خمس دية المسلم. يعني لو قلنا تلت الدية 200 دينار. فهمت ازاي؟ تلت خمس، خمس الدية كام؟ 200، نقسمها على 3، مش تلت خمس دية المسلم، يبقى خمس الدية 200 على 3. فهمت بقى المسألة؟ لما تقول تلتين العشر، حط 2 على 3 في 1 على 10، الاتنين دي خلي العشرة 5، يبقى تلت الخمس. صح ولا اخسر يعني؟ بالاختصار شغل الجبر. اتنين على ثلاثة في واحد على عشرة تساوي ايه؟ هتساوي تلت في خمس. صح ولا لا؟ انا كنت فاكر يعني حساب من زمان يعني. احنا اصلا من ساعة ما دخلت انا كلية الطب وسبت الحساب خالص. وبعد الكالكوليتر لما طلع كمان نسينا نفسنا، ما بقيناش نعرف نحسب حاجة، كله على الكالكوليتر واقلب. يبقى احنا قلنا ايه؟ تلت الدية، الخمس الدية 200، نقسمه على 3، مش كده برضو؟ هتطلع 66 ناقة، لو كانت هي 200 ناقة يعني، 66 ناقة وايه؟ وتلتين، مش كده برضو؟ وتكمل دية النفس، وسبق انها 100 من الابل، في قطع كل من. طيب وندي دية كاملة في بعض الاطراف بقى، الدية كاملة بنديها لو قتلوا خالص، في بعض بقى الاطراف فيها الدية كاملة. لو قطع ايه؟ كل عضو ليه مثيل زيه، يبقى قطعه نص دية. فهمت ازاي؟ كل عضو ليه مثيل زيه. انت ليك دراعين ولا لا؟ قطع دراع، قطع ايد واحده هيدفع نص دية، قطع الايدين الاثنين يدفع دية كاملة. ليك رجلين اثنين مش كده برضو؟ قطع رجل واحده يدفع نصف دية، قطع الرجلين الاثنين دية كاملة. طب قطع رجل وايد دية كاملة. انت ليك عينتين ولا عين واحده؟ خزع عين يدفع نصف دية، خزع العينتين. طب خزع عين وقطع ودن دية كاملة. طب قطع الودنين دية كاملة. طب قطع ذكر، انت ليك ذكر واحد ولا ذكرين؟ ذكر واحد يبقى دية كاملة. كل عضو ملوش مثيل ديته كاملة، لو قطعه دية كاملة. حتى حشفت الذكر كالذكر كله، يعني لو قطع رأس الذكر حشفته يدفع دية كاملة، زي ما بيحصل أخطاء في الطهارة ساعات في أثناء الختان، يروح قاطع حاشش إيه؟ الحشفة، يسموها الحشفة رأس الذكر، يدفع دية كاملة. طب انت ليه خصيتين ولا ليه خصيه واحده؟ ليه خصيتين مش كده برضو؟ طيب فقاش لك الخصيتين يدفع ديه، فقاش واحده بس يبقى نص ديه. فهمت القاعده بقى؟ كل عضو له مثيل يبقى نصف ديه، وكل عضو غير ليس له مثيل. اللسان، انت ليك لسان واحد ولا راح طلع لسانه كده وحطه يدفع ديه كده. طيب انت ليك شفتين، قطع الشفه العليا يدفع نصف دية، طب السفلى نصف دية، طب قطع الشفه العليا والسفلى دية كاملة. ليك جفنين مش كده برضه؟ ايلتس جفون العين، قطع الجفن الفوقاني نص دية، الجفنين دية كاملة، وهكذا بقى.
طب قطع رجل وايدين اتنين يدفع دية ونص. فهمت بقى ازاي؟ طب خزق له عين وقطع له ودن وقطع له لسان، نقعد نحسب، نقعد نحسب له كده ممكن يدفع ثلاث ديات لبني ادم واحد. فهمت بقى ازاي؟ وهكذا. شوف هنا بقى يقول لك ايه؟ وتكمل دية النفس وسبق انها 100 من الابل في قطع كل من اليدين والرجلين، فيجب في كل يد او رجل 50 من الابل، وفي قطعهما 100 من الابل. فهمت بقى؟ وتكمل الدية في قطع الانف، تليك انف واحد، اي في قطع ما لان منه وهو المارن. الجزء المارن ده من الانف اسمه المارن، جزء المارن، في جزء عظمه في جزء مرن، اللي المصريين يقولوا عليه ارنبه الانف، ارنبه الانف ده اسمه المرن. قطع المرن ده يدفع ليه كام؟ طب قطع بس الحته دي ناحيه واحده منها، وفي قطع كل من طرفيه والحاجز ثلث دي، يعني الجنب ده اللي هو بتاع الفتحه بتاع الانف، الجنب يدفع تلت دي، طب الحاجز اللي بينهم تلت دي، طب الدايره الثانيه تلت دي. فهمت بقى؟ لان هم ثلاثه. فهمت؟ وتكمل الدية في قطع الاذنين او قلعهما بغير ايضاح. قلعهما بغير ايضاح يعني ايه؟ يعني قلعهم من غير ما تبان العظمه. طب لو بانت العظمه يدفع زياد. فهمت؟ يبقى الايضاح معناه ايه؟ بانت العظمه يعني. أو قلعهما بغير إيضاح، فإن حصل مع قلعهما إيضاح وجب أرشه الزيادة يعني. وفي كل أذن نصف الدية، ولا فرق فيما ذكر بين أذن السميع وغيره. يعني أطرش ولا مش أطرش؟ برضه يدفع. ليه؟ لأن الأذن ليها وظيفة جمالية كمان، افرض صحيح أطرش بس ليها وظيفة جمالية. هو صحيح بيسمع بيها وفي نفس الوقت ليها وظيفة جمالية. فزيها، واضح؟ ولو أيبس الأذنين بجناية عليهما ففيهما دية. يعني افرض ان هو اعتدى عليه فبقى أصم. فهمت ازاي؟ يعني فقد السمع، لكن سوان الأذن موجود بس فقد السمع بالكلية، يدفع دية كاملة. فقد سمع في واحدة والتانية بيسمع بيها نصف دية. فهمت بقى؟ يعني سواء يعني يعتدي عليها تشريحيا او وظيفيا، او وظيفيا. فهمت؟ والعينين وفي كل منهما نصف دية، وسواء في ذلك عين احول او اعور او اعمش. وفي الجفون الاربعه في كل جفن منها ربع دية. ما هم اربع جفون مش كده؟ كل جفن ربع دية. واللسان لناطق سليم الذوق ولو كان اللسان الألثغ وأردت، والشفتين وفي قطع إحداهما نصف دية، وذهاب الكلام كله وفي ذهاب بعضه بقسطه من الدية، والحروف التي توزع الدية عليها 28 حرفا في لغة العرب. يعني افرض ان هو أثر عليه في الكلام فبقى ألدر في خمس حروف من 28. فهمت ازاي؟ نروح مقسمين الدية على 28 حرف، فقد خمسة منهم، فنضرب ايه في الناتج اللي يطلع في خمسة؟ سهلة، فقد نطق الحرفين بس، نضرب ايه الناتج في اثنين، فقد نطق الحرف واحد نضرب ناتج، وهكذا. فهمت الطريقة؟ لأن احنا اللغة العربية بتاعتنا ايه 28 حرف. وذهاب البصر اي اذهابه من العينين، افرض اعتدى على العينتين لكن العينتين سلام بس فقد بصره، برضه هيدفع ليه كمان. يعني سواء ايه؟ يعني قلع العين او فقدت ايه؟ الحاسه بتاعتها. يعني قلع العين حسا او حكما. حكما يعني الحاسه. وحسا يعني ايه فقط. فهمت ازاي؟ وذهاب الكلام كله وفي ذهاب بعضه بقسط من الدية والحروف التي توزع الدية عليها 28 حرفا في لغة العرب. وذهاب البصر أي إذهاب من العينين، أما إذهاب من إحداهما ففيه نصف دية، ولا فرق في العين بين صغيرة وكبيرة
وعين شيخ وطفل، ما فيش بقى ده عينه واسعه يدفع اكتر، تاني عينه ضيقه يدفع اقل، عشان ده جاي من الصين عينه ضيقه، والتاني جاي ايه ما ينفع كل العين واحد، فهمت بقى؟ سواء كان صغير كبير، سواء عين سوداء عين خضراء عين زرقاء، ما لناش دعوه، فاهم؟ عين اليمامه واخد بالك، زرقاء اليمامه برضه ما لناش دعوه. وذهاب السمع من الاذنين وان نقص من اذن واحده سدت وضبط منتهى سماع الاخرى، ووجب قسط التفاوت واخذ بنسبته من تلك الدين، كويس. وذهاب الشم برضو ضربوا على انفه، الانف سليمه لكن فقط حاسه الشم، يدفع ليها كم. وذهاب الشم من المنخرين وان نقص الشم وضبط قدره وجب قسطه من الدية، والا فحكومه، حكومه يعني ايه؟ يحكم به لو عدل منكم، هذه الحكومه يحكم القاضي بالقدر، سموها حكومه عشان كده، عشان بيحكم بها ذوي عدل. وذهاب العقل اللي يسموها نسب العجز، سموها دلوقتي ايه؟ نسب العجز، نسبه العجز دي. وذهاب العقل فإن زال بجرح على الرأس له أرش مقدر أو حكومة وجبت الدية مع الأرش. ذهب العقل بالكلية، يعني ضربوا لحد ما اتجنن، فهمت ازاي؟ هيدفع الدية كاملة، فهمت؟ طيب لو زال ذهب العقل مع جرح في الرأس هيدفع كمان أرش الجرح، فهمت؟ سواء مأمومة بقى ولا حاجة اللي هي أنواع جروح. مقدر او حكومه وجبت الديه مع الارش، الارش اللي هو القدر الايه الزائد، ده بده طبعا الحكم. طيب والذكر اصل الارش غير مقدر في الشرع، متروك للحجم ولا يقدر الارش، انما الحكومه في الغالب بتبقى مقدره، واخد بالك؟ يعني محكومه، انما الارش ده ايه؟ غير مقدر شرعا، متروك للحجم ولا يقدر. طيب والذكر السليم ولو ذكر صغير وشيخ وعنين وقطع الحشفه كالذكر ففي قطعهما وحدها دية، والأنثيين اللي هي الخصيتين أي البيضتين ولو من عنين ومجبوب وفي قطع إحداهما نصف دية، سهلة؟ طيب وفي الموضحة من الذكر الحر المسلم، الموضحة اللي هي إيه؟ لما يقطع اللحم الجلد واللحم ويظهر العظمة، يوضح العظمة، سموه موضحة، خلاص؟ والسن أو كسر له سن، والسن او الدرس او الناب كله حاجه واحده، منه خمس من الابل يدفع قيمه خمس ابل، واضح؟ طيب وفي اذهاب كل عضو لا منفعه فيه حكومه، احنا قلنا ديت الايه اليد 50 من الابل، يبقى كل صباع 10، سهله بقى خلاص، الابهام زي الايه؟ زي الخنصر والقطر، نفس القيمه، فهمت؟ وفي إذهاب كل عضو لا منفعة فيه حكومة وهي جزء من الدية نسبته إلى دية النفس نسبة نقصها إلى أي الجناية من قيمة المجني عليه لو كان رقيقا بصفاته التي هو عليها، فلو كانت قيمة المجني عليه بلا جناية على يده مثلا 10 وبدونها 9 فالنقص عشر فيجب عشر دية النفس، فهمت الطريقة؟ طيب ودية العبد المعصوم قيمته والأمة كذلك ولو زادت قيمة كل منهما على دية الحر، ولو قطع ذكر عبد وأنثياه وجب قيمتان في الأزهر، لأن وجبت هنا إيه؟ ديتين، يبقى يدفع قيمته مرتين في العبد، واضح؟ لو كان رقيقا بصفاته، رقيقا هنا على عبدا ولا رقيقا؟ رقيقا يعني العبد، يعني نشوف صفة العبد اللي هو سليم اليدين بكام؟
وصفة العبد مقطوع إحدى اليدين بقت بكام؟ فلقينا نسبة النقص العشر في الثمن، يبقى يدفع عشر دي. فهمت ازاي؟ لأن نسبة النقص تلت الإيه؟ القيمة، يدفع تلت دي. فهمت المسألة؟ طيب ودية الجنين بقى، اعتدى على امرأة وبطنها عيل جنين حامل يعني، فسقط الجنين اسقطت، تعمل ايه؟ قتلها ونزل الجنين، يبقى عليه دية امرأة وعليه دية الجنين، عليه الاثنين. طيب دية الجنين الحر المسلم تبعا لأحد أبويه إن كانت أمه معصومة حال الجناية غرة، أي نسمة من الرقيق. الغرة اللي هي ايه؟ يعني نسمة نفس واحد، يعني عبد رقيق أو أمة رقيقة كاملة الإيه؟ الأوصاف، صبية صغيرة، عبد صغير. فهمت إزاي؟ ده اسم الغرة. نجيب لها عبد، لأن ابنها اللي بطنها ده كان هينزل يخدمها، تربيه ويخدمها. طب أنت حرمتها منه، هات لها بقى واحد يخدمها بدل. فهمت بقى إزاي؟ يبقى غرة أي نسمة من الرقيق، عبد أو أمة، سليم من عيب مبيع، من عيب مبيع. يبقى كامل الصفات يعني، عشان كده قال غرة. يعني إيه كامل؟ جميل يعني، مليح. ويشترط بلوغ الغرة نصف عشر الدية، بحيث تبقى قيمة العبد ده نصف عشر الدية. عشر الدية كام؟ ما احنا قلنا 100، تبقى 10 إبل، نصها يبقى 5. فهمت بقى ازاي؟ لو قلنا 1000 هنبقى كام؟ هيبقى 50. على طول لو قلت دينار تبقى 50 دينار، نصف العشر. فهمت؟ فإذا فقدت الغرة وجب بدلها وهو 5 أبعرة، وتجب الغرة على عاقلة الجاني. طبعا ايه؟ في حالة الخطأ يعني. ودية الجنين الرقيق عشر قيمة أمه يوم الجناية عليها، ويكون ما وجب لسيدها، ويجب في الجنين اليهودي أو النصراني غرة كثلث غرة مسلم، وهو بعير وثلث بعير. والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل. الأحشام كلها في الأطراف الظاهرة دلوقتي، مثلا في سرقة الكلى خلاص برضه هيدفع نصف دية، مش كل عضو له ايه؟ له مثيل. كل عضو له مثيل يبقى يدفع نصف دية. ايوه، كان زمان لا يتصور هيفتح بطن واحد يطلع منه كده هيموت منه، دلوقتي يقدر يعملها في البنج. يبقى اعتدى على عضو له مثيل يدفع نصف دية. خدت بالك؟ والله تعالى اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك.